اهلا بيكم في حلقه جديده من كل ملعبك. النهارده حلقه تسالني زائد جدول القناه. اسالني هتبقى عباره عن كل ما نوصل لعدد المشتركين اكتر هنعمل اسالني. يعني احنا دلوقتي بقينا 50 مشترك، لما نوصل ل 100 مشترك باذن الله يبقى في حلقه اسالني تاني. واول حاجه نبدا بيها وهي جدول القناه، ويلا نروح لجدول القناه. جدول القناة هيبقى في رمضان كالآتي: يوم السبت يبقى فيه لعبة اسمها MSL أو موبايل سوكر ليج، دي هتبقى عبارة عن دوري ومباراة تبقى كويسة جدا إن شاء الله، وأوريها لكم تبقى حاجة ممتازة جدا. يوم الأحد هيبقى مدرب الأفضل، زي ما أنتوا عارفين مدرب الأفضل ناخد فريق ونلعب ونتدرب بيه وكده. يوم الاثنين هيبقى دريم ليج سوكر، نرجع لها من جديد تاني. يوم الثلاثة هيبقى لعبة فيفا موبايل. يوم الاربع يبقى فيه حاجه اسمها كره في المعلق. كره المعلق دي هنجيب اجمل اهداف الاسبوع او اجمل اهداف في الدوريات الكبرى وكده، ونعلق عليها بصوتنا او نقلد عليها معلقين. اما يوم الخميس هنرجع تاني نلعب MSL. ويوم الجمعه هيبقى تحدي بقى اذا كان تخمين او اي حاجه او اي تحدي مع اخواتي او مع نفسي. وباذن الله الجدول ده يبقى قابل للتغيير، لو فيه ماتش من ماتشات مهمه في وسط الاسبوع هنشيل حاجه، من وسط الاسبوع نحط حل التحليل ان شاء الله. وبكده يكون خلص الجدول، ويلا نخش على الاسئله. ونيجي لسه للاسئله، واول سؤال معانا من محمد فراج بيقول، دي من فيسبوك يعني: هو انا ماليش في الكوره بس من فضلك يا اصغر معلق رياضي شكرا، تفتكر كريستيانو رونالدو يعمل كام دلوقتي عشان عاوز اشتريه؟ بص انت لو بتهزر كريستيانو رونالدو مش بفلوس لو ليك، لكن لو اتكلم بجد كريستيانو رونالدو حاليا عامل 250 مليون استرليني، يعني بمصر 4 مليار 5 مليار حاجه كده يعني. تاني سؤال وهو من محمد جمال. محمد جمال بيقول لي: قول لي يا كهروب بتحب سبورتيف ولا لا؟ هقول لكم الحكام الاول. سبورتيف دي بيجي انا كنت شغال فيها، بعد كده خرجت منها ودلوقتي انا شغال في بيجيات تانية، فده كان يعني مسؤول في البيج، فهو بيقول لي انت بتحبها ولا لا. انا طبعا بحب سبورتيف وكنت بحب اشتغل فيها وبحب جدا اشتغل في البيج دون، ان شاء الله باذن الله ارجع لها قريب جدا. ثالث سؤال معانا هو من مسعد ام الجارمي، يا رب كنت قلت سؤالك صح، لو ما قلتش سؤالك صح انا بتاسف. بيقول لي: شايف حظوظ الفرق المصريه ايه في البطولات الافريقيه؟ بص لو الفرق المصريه بالنسبه لمجموعاتها، مجموعات هنبتدي بسموحه في الكونفدراليه، مجموعته مش سهله خالص، يعني مجموعته فيها زيسكو هلال ابيض وريكرياتيفو. ريكرياتيفو كسب هنا في مصر 2-0، لكن بره مصر هيبقى انجولا هيبقى صعب جدا على سموحه اللي يكسب هناك، وخسر من زيسكو هناك بجون كده ضربه جزاء ولسه ما لعبش هلال ابيض. لكن لو حظوظ سموحه كويسه وانا اتمنى ان هم يصعدوا باذن الله لدور الثمانيه. اما النادي الاهلي، النادي الاهلي مجموعته برده مش سهله قوي، فيها الوداد وفيها زيسكو زناكو انا اسف، وفيها القطن الكاميروني. كسب القطن الكاميروني في ارضه بيبقى سهل جدا على النادي الاهلي لو يكسب القطن الكاميروني هنا. اما الماتشين اللي عنده صعبين جدا هو الوداد هنا وهناك، الوداد في المغرب وفي مصر بيبقوا شرسين جدا، وكمان زناكو، في زناكو يبقى صعب جدا على النادي الاهلي، وبتمنى برده النادي الاهلي يصعد بس حظوظه تبقى قليله قوي في الحته دي. نادي الزمالك بقى، نادي الزمالك حظوظه برده يعني لسه لو كسب الماتشين الجايين بتاع اتحاد العاصمه بنسبه كبيره جدا هيكون صعد، اللي هو دلوقتي 4 نقط، لو كسب الماتشين التاني يبقى 6 نقط و6 و4، يعني 10 بونت، وهيبقى بنسبه كبيره جدا صعد للدور الثمانيه. كده كنت قلت لك حظوظ الفرق في البطولات الافريقيه. رابع سؤال معانا من عمرو اي جمعه، بيقول لي: ايه رايك في حبس ميسي؟ بص ميسي اول حاجه مش هيتحبس، عشان اسبانيا بتحبس بس اللي ما بتحبس، قصدي اللي بيبقى اقل من 24 شهر، يعني ميسي واخد 21 شهر، فبالتالي مش هيتحبس، فبالتالي بنسبه كبيره الحبس مش هيبقى ليه، وكمان برشلونه هيدفع الضرائب يعني عن ميسي. السؤال الخامس معانا من احمد طناني، بيقول لي: رد فعل الناس على الحلقات عاجبك ولا لا؟ رد فعل الناس على الحلقات شويه بيبقى عالي جدا وشويه بيبقى تحت خالص. يعني ماتش اتلتيكو مدريد وريال مدريد في سانتياغو برنابيو جاب 183 مشاهده، وماتشات قبليها كمان، يعني ماتش الوداد والزمالك السنه اللي فاتت جايب لحد دلوقتي 170 داخل على 300 مشاهده. يعني اوقات بيبقى في حلقات عاليه جدا وفي الطب، وفي حلقات بتبقى تحت
خالص زي الحلقه اللي قبل دي، حلقه بتاعه ماتش اتلتيكو مدريد وريال مدريد في الكالدرون، جايبه 20 مشترك، 20 مشاهده بس. ودي بتبقى رد فعل الناس مش عاجبني نهائيا. ان شاء الله في الحلقات الجايه يتحسن ويبقى كله شبه بعض، ان شاء الله يبقى احسن واحسن. السؤال السادس بيقول لي احمد خالد فكري، بيقول لي ما رايك في الاهلي والزمالك الفتره اللي فاتت، وتتوقع مين اللي ياخد افريقيا؟ بص الاهلي والزمالك مستواهم، لو قصدك في مستواهم متساوي او كمان ممكن يكون اقل، الاثنين بيبقوا اقل جدا. كابتن حسام بدري في النادي الاهلي بيبقى معتمد على تشكيل معين ما بيرضاش يغير فيه، وكمان تغييراته بيبقى ثابته ما بيرضاش يغير فيها، وبالتالي رايي في مستوى النادي الاهلي مش عاجبني تماما. اما نادي الزمالك ابتدى يتحسن تدريجيا لما ايناسيو جه، لكن لما كان محمد حلمي هو اللي ماسك كان اداء وحش جدا، ودلوقتي اداء نادي الزمالك مش حلو مقبول. اما اتوقع مين ياخد افريقيا، لسه بدري قوي يا احمد، لسه دور 16 دور المجموعات ما تعرفش مين اللي يصعد مين اللي يفضل قاعد، بس اتمنى ان النهائي يبقى مصري او بطوله تبقى مصريه بشكل صحيح. يعني زياد احمد بيقول لي مين شجعك تعمل قناه؟ الحقيقه محدش شجعني خالص. انا يوم 10/6 كنت بفرج على اليورو، بتفرج على ماتشات يورو زي اي حد بيتفرج، كنت بفرج على محللين، حبيت ان انا اشوف يعني حبيت ان انا ابقى من ضمن دول، ابتديت فتحت الكاميرا وقعدت، وبالتالي كان شكل الصوره وحش جدا، كان الصوت وحش جدا، وكان الصوره وحشه، وكان حتى اللي بيبقى ورايا كان بيبقى خلفيه وحشه جدا، وابتدينا نتحسن تدريجيا قبل لما جينا في اللي احنا شايفينه ده. ان شاء الله يبقى في تحسن اكتر واكتر في الحلقات الجايه، وكده مفيش حد شجعنا القناه قال شجعت. السؤال الثامن معانا من اوشا زيدان، بالخاص اوشا زيدان دي اختي الكبيره يعتبر، يعني بتقول لي مش ناوي تبقى اهلاوي. بصي انا لا يمكن ابقى اهلاوي لحاجه واحده بس، اللي انا عامل برنامج على اليوتيوب باسم الزمالك، وانا زملكاوي من زمان جدا، فبيبقى صعب قوي ان انا اغير انتمائي من زمالك لاهلي على طول كده. يعني بنسبه كبيره مش هيبقى اهلاوي، يعني ممكن في المستقبل ابقى اهلاوي ممكن لا، بس بنسبه كبيره حاليا مش هبقى اهلاوي تماما. السؤال التاسع معانا وهو من مروان مطر، بيقول لي هي الزمالك خسر كم مره وكم عدد مشجعي الاهلي حول العالم؟ بص الزمالك خسر كم مره؟ خسر السنه دي 6 مرات. اما الاهلي عدد مشجعينه حول العالم ما يقدرش يتقدر به نهائيا، حتى لو شركات قالت 80 90 100 مليون، بس مفيش شركه او حد يحصر التشجيع. ممكن اكون انا بقول اهلاوي ومن وراه حد، انا مش اهلاوي لوحدي كده زملكاوي مثلا، بقول قدام كل انا اهلاوي، ما تقدرش تحصر المشجعين حول العالم لاي فريق سواء اهلي او زمالك او اي فريق على وجه الارض او على وجه المجره كلها. السؤال العاشر معانا وهو من محمد احمد، بيقول لي شايف مشوار الاهلي والزمالك هيبقى ازاي في افريقيا؟ بص مشوار الاهلي والزمالك، لو الاهلي والزمالك فضلوا على نفس مستواهم دول بنسبه كبيره قوي هيطلعوا من الدور الجاي، او احتمال يطلعوا من الدور ده كمان، لكن لو اتحسنوا في ادائهم ان شاء الله الاثنين يصعدوا ويبقوا في النهائي مع بعض. السؤال ال11 معانا من محمد رعد، بيقول لي ممكن تقول لي الماتشات في دوري الابطال؟ بص دوري ابطال افريقيا يعني، بص لو انت قصدك ماتشات الاهلي والزمالك، الزمالك عنده اتحاد العاصمه في مصر وبره، واهلي طرابلس في مصر، وكابس يونايتد بره. اما الاهلي عنده ماتشين للوداد هنا وهنا وهناك، وعنده القطن الكاميروني في مصر، وعنده زناكو بره. هي دي الماتشات لو انت قصدك على الماتشات دي. جينا للسؤال ال12 تقريبا من علا السيد، علا السيد دي مامتي. بص بتقولي انت خايف تدوس على رجلك لا تتكسر، انا عاوزة اعرف تفكيرك واصل لحد فين، هي تتكسر ازاي؟ بصي انا يعني من رجلي اللي انا قلت لكم اخر مره كانت رجلي في الجبيره، كنت لسه عامل عمليه، دلوقتي فكيت الجبيره وبقيت ابتدي ان انا ادوس على رجلي. انا اي نعم كنت خايف في الاول، بس دلوقتي مبقتش خايف. ليه؟ لان انا خايف، كنت خايف لها تتكسر، بس دلوقتي ما بقتش خايف لها تتكسر، انا بقيتش ادوس عليها بمعنى اصح. لان انا دلوقتي ما بقتش خايف لها تتكسر، بس بقيت اخاف ادوس عليها، مش عارف بخاف ليه، بس هي كده حاجه تلقائيه قدامي ان انا بخاف ادوس عليها، مش عارف ليه. لو حد يعرف ليه يعني احساس دوت يقول لي في الكومنتات تحت. طب بلاش، هو انت مش ناوي تجمد قلبك وتمشي؟ ان شاء الله في الايام الجايه اجمد قلبي واحاول امشي. والسؤال ال14 مني وهو من لوكا سكره،
هو بيقول تتوقع مين ياخد دوري الابطال. لو قصدك دوري ابطال افريقيا لسه بدري قوي، لو قصدك دوري ابطال اوروبا هيبقى انا توقعي وحاسس اللي هو كده ريال مدريد ياخد الشامبيونز ليج. السؤال ال 14 معانا هو من ملكة بنقابي، بتقول ممكن تقول لي اعمل فطار ايه اول يوم رمضان؟ بصي، هو مصر عامه، مصر بيبقى نصهم بيعمل محشي ونصهم بيعمل مكرونه بشاميل. انا بقى من رايي تجددي وتعملي فتة. السؤال ال 15 او ال 16 الاخير معانا من الهوكاجي السابع ناتروتو، ده من اليوتيوب، بيقول لي هلا فيك. هلا فيك، ايش اسمك ومن اين انت وكم عمرك؟ بص انا همشي بالاسئله بتاعتك. انا اسمي مصطفى، انا منين؟ من مصر. عندي كام سنه؟ 14 سنه. تاني سؤال هو هل تتابع انمي وما هو الانمي المفضل ليك؟ اولا انا مش متابع انمي خالص، ما بحبش الانمي من اساسه. تالت سؤال بتقول لي تتوقع نيمار ينتقل للريال او لفريق اخر؟ مع العلم ان الريال سيدفع الكثير اكيد، لانه الان في مشاكل، وقرات ان برشلونه موافق على 150 مليون لمن يدفع. بص، لو ريال مدريد محتاج نيمار فعلا هيشتريه. ليه؟ اللي هو دلوقتي عايز يمشي جارس بيل، وعايز يمشي اسكو، وعايز يمشي جيمس رودريجز. لو هو بقى بيفكر هو يجمد فريق اكتر، لو عايز يشتري نيمار هيشتري برشلونه بكل سهوله. السؤال الاخير معانا، من تتوقع يفوز في النهائي، الريال او اليوفي؟ اتوقع ريال مدريد، ويا ريت يعني، وقصده كده يا ريت تدي تحليل قبل المباراه يعني بهاي الايام، وشكرا لك. شكرا لك. توقعي زي ما قلت ريال مدريد، وان شاء الله قبل الماتش بيوم او بثلاث ايام او بيومين كده باذن الله يعني هنزل تحليل قبل ماتش يعني ريال مدريد واليوفي. ان شاء الله الحلقه دي تبقى التوب وهتعجبكم جدا جدا. وبكده يكون الاسئله انتهت، وجدول القناه كمان انتهى. واحب اقول لكم قبل النهايه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 100 مشترك باكتر باقل وقت ممكن، ونعمل حلقه اسالني تاني. واعملوا كومنت قولوا رايكم في الحلقه من تحت، لو عجبتكم نمشي على السلسله دي. ولو جدول القناه عجبكم قولوا لي تحت، وانزل الحلقات الساعه كام بالظبط. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. وكان معاكم مصطفى، سلام. نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان كريم، وان شاء الله يكون احلى شهر رمضان بالنسبه لكم، بيبقى رمضان كويس عليكم. تاني مره كل سنه طيبين، سلام. وان شاء الله الجدول يكون عجبكم، كل سنه طيبين. تالت مره سلام.